أذكر الجميع بأن أردوغان نفسه قال عبارتين وأنا متمسك بما قاله أردوغان. قال إذا ضاعت إسطنبول ضاعت تركيا، إذا ضاعت تركيا وفقا لما أعلنه أردوغان نفسه. اثنين، قال أردوغان إذا فاز أكرم إمام أغلو معنى ذلك أن السيسي قد انتصر، إذا السيسي قد انتصر. يلدرم يوهنا أكرم إمام أغلو بتقدمه في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول حسب النتائج غير رسمية. مين اللي قايل تي ار تي؟ تي ار تي العربية اللي هي ناطقة بلسان أردوغان، بتضرب مكتب أردوغان، بيعلن الهزيمة، بيعترف بالهزيمة، وأكرم إمام أغلو منتصر وانتصاره له أبعاد ثلاثية، أبعاد داخل تركيا، أبعاد إقليمية، أبعاد دولية. وأنا أعلن أنه يوم 23 يونيو هو يوم نهاية أردوغان، يوم نهاية أردوغان. لكن أذكر أردوغان وأتباع أردوغان وأحباء أردوغان ومرتزقة أردوغان خاصة المتواجدين في تركيا، وأنا نفسي أشوف هذه الليلة ماذا قال محمد ناصر وماذا قال معتز مطر وماذا سيقول أيمن نور وماذا سيقول كل هؤلاء المرتزقة، ماذا سوف يقولون على فوز السيسي داخل إسطنبول. مش أنا اللي قلت، أردوغان نفسه اللي قال هذا كلام. شغال يا إبراهيم هذا. kardeşlerim işte pazar günü sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Benim adım Ekrem İmamoğlu. Milletimiz ismini çok iyi biliyor, çok da sevdim. Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'yla Sayın Binali Yıldırım ve diğer adaylarla geçecek bir seçim var. Hatırlatıyorum. Keşke Sayın Cumhurbaşkanı